نديم جريت جيم مبروك، شفنا اداء مميز من الفريقين واكيد من قبل الشانفيل. فيك تقول لي على المضبوط كيف قدرتوا تستفيدوا من الحكمه من هالادج اللي عندكم اياها على الحكمه تربحوا الجيم؟ يعني انت بتعرف هيدا الجيم ما عنده اذا بدك اهميه بالترتيب، بس معنويا مهم. كان الكوتش هم قرر انه يريح كبير الكابتن، بس انه بالاخر بتعرف يعني هذا كلاسيكو من شعبي له حكمه، وكيف شعبي يعني بتعتقد معنويات عاليه على البلاي اوف والجمهور على كل فريق قطع بابس اند داونز. نحن قوه شعبي انه الجمهور والاداره دائما حتى الفريق بقدرنا نجيب الفوز، وبتعرف الفوز ضد الحكمه عنده.